تعالوا مع بعض نبدا فقراتنا ونطمن على الحاله المريه. معنا على الهاتف الاستاذ محمد صابر، محرر الشؤون المريه بالاذاعه المصريه. استاذ محمد، صباح الخير وتحياتي ليك. اهلا، صباح الخير يا استاذ عاصم. صباح الخير سيدينا، اهلا بحضراتكم واهلا بالساده المشاهدين معنا. اهلا بيكم. صباح الخير عليك يا استاذ محمد، والحقيقه يعني دايما بتطمنا على الحاله المروريه، وعايزين نعرف اخبار الحركه المروريه ايه النهارده. يمكن طبعا احنا في البدايه حابين نطمنكم ونطمن الساده المشاهدين عن الحركه المروريه الان ومعدلات السير فتره الذروه الصباحيه اللي بدات معنا او على وشك الانتهاء تحديدا في غضون الدقائق القادمه. كانت بتتجاوز النهارده ما بين 60 لـ65%. محافظات الوجه البحري جميعها النهارده ما زالت حتى الان الحركه المريه فيها مرضيه تماما ايضا، ومحافظات الوجه الابلي وكذلك الطرق المؤديه اليهم. اما بالنسبه لي قطاعات الطرق الدائريه المؤديه المداخل ومخارج القاهره الكبرى، يمكن زي ما حضراتكم عارفين ان في خطه موضوعه من قبل الاداره العامه للمرور برئاسه السيد اللواء محمود عبد الرازق مساعد اول وزير مدير الاداره العامه للمرور لنشر الخدمات المريه في محيط مناطق الاعمال. يمكن زي ما حضراتكم عارفين ان في مناطق اعمال اعلى قطاعات الطرق الدائريه تاثيرا على الساده المواطنين بعد توسعه للطرق الدائريه خلال الفتره المقبله. من ابرز هذه الاماكن هو اعلى مناطق الاوتوستراد القادم من مناطق دار السلام والبساتين ومتجه لمنزل الاوتوستراد، كذلك ايضا اعلى مناطق المرج. اما محور 26 يوليو النهارده يمكن ما زال حتى الان الحركه المريه فيها مرضيه تماما. بالنسبه للمحاور الداخليه النهارده داخل محافظه الجيزه، يمكن كافه المحاور الداخليه فيها النهارده بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. الكثافه المريه قليله ما شاء الله النهارده، فعلا لاحظناها يمكن على الطرق السريعه النهارده يا استاذ محمد، على الدائري تحديدا يعني. بالفعل طبعا زي ما يلقى حضرتك برضو زي ما حضرتك دايما بتنوه دايما بننوه ان طبعا بيبقى يوم الاربعاء او على وشك الانتهاء، هذا التوقيت على وشك انتهاء فتره الذروه الصباحيه مع نشر الخدمات المريه دي لها تاثير ايجابي معانا على استيعاب اكبر قدر حركه السيارات. يمكن احنا في محافظه الجيزه تحديدا النهارده كانت الحركه المريه ومعدلات السير النهارده فيها كان بيتجاوز ما بين 55 لـ60%. وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه لمرور الجيزه باشراف السيد اللواء محمد عامر مدير الاداره العامه لمرور الجيزه، اللي وجه بنشر الخدمات المريه لاستيعاب اكبر قدر حركه سيارات خلال فتره الذروه الصباحيه. اما بالنسبه لمحافظه القاهره بتنحصر فيها الاحجام النهارده اعلى كوبري الفردوس نتيجه طبعا زي ما في اعمال في محور تطوير الفردوس. وبرضه حابين ننوه من خلالكم ان طبعا في تحويله مريه تم اغلاق اسفل كوبري الفردوس في الاتجاه القادم من مناطق نفق الازهر، وهيرجع تاني ومتجه هيدخل على مرور الدراسه وهيرجع على مسجد الشرطه. تم اغلاق هذا الدوران من اسفل الكوبري نتيجه الاعمال. اللي بيشاهدنا دلوقتي او عايز يعرف التحويله المريه هي كالاتي: اللي خارج من نفق الازهر وجاي من السيده عائشه وعايز يدخل مناطق مسجد الشرطه او مسجد او تحديدا مرور الدراسه هيدخل يمين ما بين منطقه ما بين المقابر ويرجع يلف يسارا من عند مسجد الفردوس وبيكمل لشارع احمد سعيد عند منطقه تاكي، ومن منطقه تاكي ميدان تاكي تحديدا بيلف يسارا مره اخرى وبيرجع من عند منطقه مدينه البعوث وبيخرج على محور صلاح سالم مره اخرى. كده يبقى هو خرج في الشارع اللي هو قبل مسجد الشرطه تحديدا وبيكمل رحلته وسط انتشار الخدمات المريه من قبل الاداره العامه لمرور القاهره. باقي المحاور بصفه عامه في محافظه القاهره يمكن ما زالت حتى الان بتعمل بشكل مرضي وشكل طبيعي. تمام. حضرتك طيبا بتطلعنا على الدور اللي بتقوم به وزاره الداخليه ممثله في الاداره العامه للمرور في تطوير وحدات التراخيص ومناطق المتعلقه بالتجديد، يعني التراخيص بشكل كبير جدا على كافه محافظات الجمهوريه. النهارده اطمنا واتكلمنا عن تطوير فين بالظبط يا استاذ محمد؟ النهارده هنتكلم على الخدمات المقدمه داخل وحده تراخيص مرور العتبه المطوره. ده طبعا زي ما حضرتك اشرت برضو يا استاذ عاصم، ده في اطار الجهود التي تبذلها وزاره الداخليه للعمل على تطوير الاداء الامني والمنظومه الامنيه لتقديم كافه الخدمات وتوفير كافه التسهيلات للساده المواطنين بناء على توجيهات السيد محمود توفيق وزير الداخليه لتبسيط الاجراءات وحصول المواطن على الخدمه في اسرع وقت. وبناء على تعليمات السيد اللواء اشرف الجندي مساعد اول وزير لقطاع امن القاهره تم تحديث وتفعيل اساليب التعامل مع الساده المواطنين لتقديم خدمه جماهيريه تساهم في رفع الكفاءه والارتقاء باحدث التقنيات. يمكن وحده مرور او وحده ترخيص مرور العتبه المطوره دي من ضمن 34 وحده ترخيص برئاسه
المقدم احمد مجدي بتشمل 20 شباك بتعمل بنظام الترقيم الالي لخدمه المواطنين لاستخراج الدوره المستنديه في عده دقائق. في شباك مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه مع وجود نيابه داخل الوحده، ويوجد ايضا ساحه متطوره للفحص الفني المستحدث بتخدم مناطق الازبكيه الموسكي جبل لو العتبه، وبها ايضا استخراج رخصه القياده والسيارات والتجديد، وتم تطبيق منظومه الملصق الالكتروني داخلها وتابعه بها منظومه للتحصيل الالكتروني، ويقوم السيد العميد خالد شاب مساعد مدير مرور القاهره لشؤون التراخيص بالمتابعه لتسهيل كافه اجراءات المواطنين ومراجعه الاجراءات والاشتراطات الوقائيه خلال او خلال مروره على الوحدات بصفه مستمره. يعني قد ايه فعلا استاذ محمد، تحيه كبيره جدا اكلال وتقدير لكل رجال وابناء داخليه على كل المجهودات الجميله والعظيمه تيسيرا وتسهيلا على كل المواطنين. لكن كمان من الحاجات الجميله في 2020 هو الملصق الالكتروني، هل لسه معانا الموعد الانتهاء ممتد ولا انتهى خلاص موضوع الملصق الالكتروني لكل الناس اللي لسه ما ركبتهوش؟ احنا برضو حابين ناكد برضو على الساده المشاهدين الملصق الالكتروني طبعا اخر مهله لترتيبه هو يوم 31/12 هذا العام. يمكن طبعا بنناشد الساده المواطنين ووزاره الداخليه بتوهيب الساده المواطنين مالكي السيارات بجميع انواع سرعه التوجه الى ادارات المرور المختصه على مستوى الجمهوريه لترتيب الملصق الالكتروني خلال الموعد المحدد دون الحاجه لانتظار موعد الفحص او تجديد التراخيص. استاذ محمد، سريعا للناس اللي ما عندهاش خلفيه عن اهميه ودور الملصق الالكتروني، تحب تقول لهم ايه يا فندم؟ والناس اللي لسه ما ركبتوش حتى هذه اللحظه تناشدهم تقول لهم ايه؟ انا بناشد الساده المواطنين في نقاط سريعه جدا جدا للساده المواطنين، ده حاجه مهمه جدا. اولا هتحمي عربيتنا من السرقه، هتحد من الكثافات المريه على كافه الطرق، هتؤدي معانا لانفراجه مروريه بالتنسيق، هيكون الملصق الالكتروني دوت مرتبط بشاشات وكاميرات، وكاميرات مرتبطه بغرفه العمليات في حاله وجود اي سرقه، في حاله وجود اي اعاقه مروريه، هيأثر ايجابي معانا على الحركه المريه ايضا وسهوله الوصول ل صاحب السيارة وقائدي السيارة. بشكرك أستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرية بالإذاعة المصرية.